سلام البنات، سلام الغزالات. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الفيديو كيف ما تشوف العنوان ديالو، فهما هدايا ديال الزواج ديالي جاوني من السعوديه. كلكم غادي تسولوا شكون اللي جاب لي هاد الهدايا، فجبتهم لي الصديقه ديالي لان ما حضراتش وما كانش عندها كيفاش دير تحضر في ظرف صداق ديالي، فجات دابا جبت لي الهدايا معاها. اغلبيه فيكم غادي يكونوا كيعرفوها، فمن بين الناس اللي بارطاجيت لهم القناه ديالهم نخلي لكم الرابط ديال القناه هنا، ولا نخلي لكم السميه ديالها هنايا. سيروا عندها فيديوهات زوينين مفيدين. انا شخصيا كيعجبوني، ماشي كنشكرها لانها صاحبتي، ولكن كيعجبني الطريقه ديال التصوير ديالها والشرح ديالها، فدخلوا عندها دعموها ما فيها باس. وراه دايره واحد الفيديو مسابق زوينه 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 بزاف، والشروط ديالها ساهلين. دخلوا وشاركوا، ممكن تكونوا من المحظوظين. المهم ما نطولش عليكم بزاف في الهضره، غنبدا نفتح معكم الهدايا اللي غادي نشوف انا وياكم قد قد. ما غنكذبش، شفت واحد شي شويه لانه باين، ولكن انا قلت ما غاديش نشوفهم كاملين حتى نفتحهم معكم. الهدايا لو كنتو انتريسي كملوا معايا الفيديو حتى الاخر. غنبدا دابا بهذا الساك الكبير بحال هكايا، والداخل فيه واحد المخده بحال هكايا. زوينه زوينه بزاف، عجبتني. فيها سميتي وسميت راجلي، صورتنا ديال النهار ديال ضرب صداق، وحتى النهار فاش تزوجنا. عجبتني بزاف 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 بزاف، غادي تبقى سوفينير زوين فين ما مشيت نحطها. وثاني ساك داير بحال هكايا، غنحلو اونسومبل. اول حاجه كاين هاد الساك صغيور، شوفوا شنو فيه. حتى هو نفس بحال هكا كما كتشوفوا، فكيف ما كتشوفوا هنا كاينه تصويرتي وتصويرت راجلي، سميتي وسميتو، وحتى لا دات فوقاش تزوجنا. وفي الجن مكتوبه اللهم سخره لها وسخرها له واجمع بينهما في الخير، الف مبروك يا احلى عروسين. دنيا وفات 15/7/2018. صراحه هذه اللي هي انا معروفه اصلا عليا، كيعجبوني الهدايا اللي كيكونوا بيرسوناليزي، وهذه من بيناتهم وعجبتني بزاف 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 بزاف. شكرا حبيبتي وردة، الله يخطك عليا. وصافي جات لي جوج ديال لي بارفان، بخور افنان وسلطان العود. شكرا بزاف بزاف، عارفاني اصلا كيعجبني يعني الريحه ديال العود. وجابت لي حتى الند، صراحه هادو حمقوني بزاف بزاف بزاف. انتما تشوفوهم يكونوا باينين لكم، كتبه فيهم ما شاء الله تبارك الله، حمقوني يعني. جو ديكور بحال هكا واعرين واعرين في الدخله ديال الدار. هادو مطروزين دوك العقيقات، واعرين بزاف. وكاين نفس الشيء هذه فيها اسماء الله الحسنى كاملين، فيهم ريحه واعره بحالهم. وحده مكتوبه فيها الله، وحده مكتوبه فيها محمد صلى الله عليه وسلم. صراحه انا عجبوني بزاف، وغادي نعلقهم في داري وغادي تشوفوهم ان شاء الله. ومن بعد كاين الصاك هذا اللي ثقيل اكثر من الاخرين، غنشوفوا شنو فيه الداخل. اول حاجه فيه هي هذه، شوفا فيها بريد دنيا 15/7/2018، يعني العروس دنيا 15/7/2018. هذا حليته وعجبني بزاف. هذا بنوار، بنوار رهيب في البيض، زوين بزاف في الظهر ديالو مكتوبه هكا، يعني الطرزه هذه اللي كتشوفوا بحال هكا، الطرزه مكتوبه في الظهر ديالو، عجبني بزاف 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 بزاف. شكرا حبيبتي، شكرا. اصلا شحال ما شكرتك ما غاديش نعبر على الاحساس اللي كنحس به داخل، فشكرا بزاف 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 بزاف. خلينا نكملوا الهدايا باش ما نطولش الفيديو بزاف. ومن بعد كاين هاد الصاك بحال هكايا، كتجي القبطه ديالو خاتم، هو جاي على شكل قلب ديال الحطره، زوين بزاف 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 بحال هكا داير. وفي صندالتو، مبغيتش نهزكم صنادل بجوج، المهم صندالتو دايره بحال هكايا، هذا بحالو يعني دوغي، والطالو ديالها قصير، ف بحال هكايا نقربها لكم. صاحبتي عارفاني بزاف انني اصلا ما عنديش مع الطالو، ما كيعجبنيش دوك الطالو اللي كيكونوا طوال النيت، كيعجبني شي حاجه اللي هي قصيره تخليني في طولي الطبيعي، وما كيعجبنيش لبس الطالو كيعذبني. فالصراحه احترمت انني ما عنديش مع الطالو، جابت لي الطالو اللي ما يعذبنيش. جبت لي هذا لونسومبل بزاف. ومن بعد كاين هذه الصنداله هذه الصغيره كيف ما كتشوفوا في الابيض، ممكن تلبس مع كل شيء. عجبتني فيها هذا الديكور، هذا الشاشيات
صراحه غادي تجي مع شي جليليبه هكا في البيض واعره وبلا كما قلت لكم. عافاني ما كنلبش الطالو ما عنديش معاه فهي جابت لي كلشي بلا. ومن بعد كاين هاد الصاك هذا ديال الحطره في هاد الحجيرات هنايا بهذا الشكل هذا، عجبني بزاف بزاف بزاف، جاي سامبل وانا اي حاجه سامبل كتعجبني. جاي كامل داخل وفيه السميطه ديالو ديال الحديد يعني ماشي تعلق، وحتى هو بالصنداله ديالو صنداله بلا. وهنا كاينين شي حويجات ما غاديش نوريهم لكم كيتشافوش. ومن بعد كاين هذا الصاك الرابع اللي غادي نشوفو شنو فيه لداخل. اول حاجه بانت ليا والعشق ديالي الابدي، ما عرفتش واش كاينين شي بنات بحالي بانوا، فانا كنحمق على شي حاجه سميتها الشوكولاط. وحتى هي ما كانتش من العاكزين، قالت لي الا كنتي زدتي وغلاضيتي فانا غنزيد نكمل عليك، ودارت لي الشوكولاط. صراحه غندوخو معكم هنا، انا ما كنقدرش نصبر على شي حاجه سميتها الشوكولاط. هاتي حقكم في الجنه. دابا غنكمل الفيديو. ومن بعد كاين هذا القلب، هذا القلب الغزال اللي غادي نشوفو شنو فيه اونصومبل. خليكم معايا. كاينين فيه جوج ديال الكيسان والورد، الورود 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 والزهور والحمر. شوفوا ها بجوجهم دايرين نفس الشكل، انا عرفتهم وغادي تكونوا حتى نتوما عارفينهم. هادو هما لي موغ ماجيك، يعني الا تكبات فيهم شي حاجه سخونه فما كيبقاوش كحل، بالعكس كيرجعوا بويض وكيرجعوا بالتصويره يعني ديال الشخص اللي درتيها له. فباين لي هنا تصويرتي، ما عرفتش واش غتبان لكم. ها هي باينه، شوها هادي تصويرتي فاش كنت كنحن. شوف هنايا وهنا كاينه تصويت راجلي. فاللي كان بغي نقولها شكرا شكرا بزاف، الله يخطيك عليا والله يخليلك بنيتك وان شاء الله تكوني في سعاده. كنشكرك من كل قلبي، شكرا على الهدايا، شكرا انك جبتيهم. يكفي اصلا انك جيتي متقله بهم، انا ما خديتش حتى نهزهم، يكفي انك جيتي متقله بهم وجبتيهم ليا يعني فرحه ليا، فهذا راه كافي بالنسبه ليا. وجودك في حياتي راه هو احسن كادو. وبهكا كنكون ساليت لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون الاعجابكم انكم شفتوا الهدايا، يعني حتى انا يعني واخا تجوج هادي 6 شهور فباقي الهدايا تيجيوني. هاد الفيديو درته واقفه، اول فيديو كنديرو يمكن انا واقفه وكنهضر معاكم. كنتمنى انه يكون الاعجابكم وانكم يعني فرحتوا معايا، تقاسمت معكم الفرحه ديالي ديال الهدايا وشفتوهم يعني بالديتاي. وممكن انكم حتى نتوما تاخذوا فكره الا كانت صاحبتكم غادي تجوج، اختكم، خوكم، الى اخره شي واحد من العائله، وتاخذوا فكره تشريو لهم يعني هديه بحال هكا اللي تكون يعني مطبوعه فيه الاسم ديالها والاسم ديالو، فالشيء اللي كيكون يعني كادو بيرسوناليزي يعني باسم داك الشخص ولا بالصوره ديال داك الشخص، تكون عنده واحد الحلاوه وواحد القيمه اكثر من اللي كادو الاخرين، لان كيكون فيه واحد النوع من الحب وداك الانسان يعني خدا من وقته انه يصاوب لك شي حاجه اللي كنت شخصيا وبصورتك ولا بالاسم ديالك، فكتكون ليها معنى اكثر من ان شي حد مشى شرا شي حاجه. فخذوا هذه الفكره هذه وطبقوها، واللي عندها شي صاحبتها عزيزه عليها الله يخليها لها. وما تنسيش انك تصيفطي لها الفيديو قول لها حتى انا نهار نتزوج بغيت بحال هاد الهدايا. تهلاو فراسكم بزاف ومع السلامه.